يا سيدي الدور 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 وتجي في قلب الرحاء. في قلب الرحاء هذا هو الرحاء. هذه هي الرحاء، هذه ترحي الشعير والقمح الدقيق والكسكسي، ترحي البسيسة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. هذه قبل الطاحونة متاعهم. اي الطاحونة الزمنية. اي الطاحونة الزمنية. اي يظهر لي قبل كانوا يرحيوا هكا، ما تبداش بالساكتة عاد. لا صغاريت وغناء عاش نعمل لك زغرة تعمل صوتي بيح شوي. وتزن عاد وتغني وعندي ايه. رحى هذه ولا من العادات والتقاليد بتاع قبل؟ بتاع قبل هذه ناس قبل باش عايش يحرثوا ويحصدوا ويهرسوه ويذروه ويغيزوه ويجيبوا يرحوه ويتعشوا منه. ريتي المرأة البربرية شنو تعاني قبل؟ مش تعاني اما منفعة وفايدة وصح. نعرف مش كيما تو. اما يظهر لي الكسكسي ولا الحاجات اللي تحضروهم بهذوما اكثر فايدة من القبل ولا؟ لا لا فيهم فايدة اكثر فايدة من الماكلة الاخرى العادية. لا 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 بصراحة مش كيف العجين كيما الحاجة ما شاء الله الزمنية تبارك الله، دقيق الشعير ما شاء الله والكسكسي القمح والدشيشة والشرب التفريت تاع الشعير. هاي الكل تقدم من هنا. الكل من هنا. الصنعة هذه تتوارثوها عن يعني أبع جد؟ هي تابع جدود، جدودنا ورونا هنا كيفاش نغربلو ونجاهدو زادا وقت اللي نقولو كن نديروه نغربلوه ونصفوه ونطيبوه. يجيوكم برشا ناس لهنا برشا زيار؟ يجون يجون السياحة يجون من القايع الكل. من القايع الكل، من جربة من سوسة من تونس من المنستير من أي ولاية. عدتم حافظين على عادة جدود؟ حافظين عليه. وليش بعد ما يحضر شو تعملوا له؟ هذا نغربلوه ونصفوه ونريقلوه ونمشوا نطيبوا. شنو هو هذا؟ هذايا ملثوث. 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 شو طيبوا بيه؟ نطيبوه كما الكسكسي، نبوخوه في الكسكاس ونعملوا المرقه نتاعها بالقديد. مرقه؟ اي اي اي. احكي لي على البنه خلينا نشهيهم. عظم وقرينات فلفل يبدا محلاه. احكي لهم على البنه خلينا نشهيهم شويه. بنت عد وحدة هذا يريتي اللي عنده السكر منفع صافية راه. والله والله دقيق الشعير اللي عنده السكر ما شاء الله مش كيما العجين اختيرة، مش كيما الماكلة بتاع توا بالطبيعة. لا لا بالطبيعة مكثر مصبرات توا، مش كيما الحاجة اللي تعملها بيدك فرشك ما شاء الله. يظهر لي حتى من ناحية صحية خيرة. لا لا الحمد لله لاباس. حتى محافظة على عادات جدود هون. محافظين للمنزز للرحال كل شيء كل شيء محافظين عليه. كل ما هو قديم عايشك كل شيء اللي يبدا قديم الكل كم محافظين عليه. وتوا انت مثلا الحكايه هذه الصنعه هذه تحفظتها لبناتك لعائلتك معناها صغار؟ احنا امي علمتنا وعلمت خواتي وعلمت كناينها كل شيء. هي ما جيل توا شادين صحيح في الحكايه هذه؟ شادين صحيح. لا احنا مطمطة هناك يحبوها الحاجه هذه، اما الجيل يقرا الكل. هذا هو سؤالي. جيل يقرا لي يقولوا لك تعلمتوها انتم كبارك هاو. اي اي هون احنا كي يلقوا حاضر ياكلوا. والله توفيق شنو اسم هالبلاصة اللي احنا فيها؟ هذه مطمطة. مطمطة هذه معناها مطمطة، فخارج مطمطة شوية معناها حكاية كيلومتر ونص. ما فصل مطمطة معناها مطمطة القديمة. هذا معناها هذه دار حفرية. هذه دار جدود معناها حفرها جدود وكل شيء. والحوش الحفري هذا معناها يقولوا الحوش حفر ولكن هذا محفور معناها محفور بالليل. قداش عمره الحوش هذا؟ والله هذا معناها مقتل عندي 400 500 سنة. هاي علاش اجي معناها خمسة جدود هذا. هاي خمسة أجيال. هاي خمسة جدود. هاي
تبارك الله 500 سنة وما زالت العباد تجي. واو مرحبا. اي معناها انسان هو شنو الحفر في مطمطة يلزم شوية عناية، معناها العناية هو الترميم ولا كذا، ما تخليش الماء يهبط عليه معناها كذا، تحميه من الماء وكل شيء، وصيانته هو من الأمطار، تحميه من الأمطار، هذاك هو حاجة ممتازة في مطمطة، ومعناها هو حاجة يلزمها الدولة تنتبه لها شوية علاش باش تندثر في مطمطة، علاش فما ناس خرجت من ديارها ضم ولا تندثرت، يعني كان ما يتخرجلوش الماء نتاعو ويبدا الماء مطر يخرج ولا حاجه وما تجيش تنظف وما تجيش كذا، يولي يطيح، هي طيحه كالمطر، معناها هي الحاجه الوحيده اللي تضر، وتضر المطر اللي كان يدخل الماء للبيوت ولا حاجه تولي تضر. يعني هذوما الحفريات في مطمطه معناها يمتازوا، شنو يجي معناها يلقاو رجال السواح، وتوا ولت فما حاجه اخرى، ولت التوانسه تجي تحوس سياحة داخلية، سياحة داخلية معناها حاجة سمحة، معناها يجي يكتشف في بلاد يشوف معناها كذا، يجي يقول كيفاش معناها انسان يشوف، يجي كان جا في الدنيا سخونة يلقاها باردة الداخل، وكان جا في الشتاء يلقاها سخونة، معناها العكس ديما العكس، معناها ديما العكس الطقس، ديما عكس الطقس. هي يعني عندها مميزات خاصة بها، اي عندها مميزات خاصة بها، هي معناها كذا، معناها حاجة ممتازة، معناها يجي القاور يقول كيفاش شادة هذه، لا فيها لا سيمان لا دال لا معناها كيما نقولوا لا حديد لا شيء، كيفاش معناها شوف حاجة اختراع ما كذا، وهي من البلايص كل ما يتحفرش فيها في الأرض، هي الأرض اللي يتحفر فيها كان كي تبدا لزمزة، يسموها لزمزة مطمئن، تلقي فيها لزمزة، فما ناس قبل يبدوا الحشان يحفروهم وكل شيء ويبطوا منهم، يلقوهم ارضهم ماهيش معناها ما ماهيش لزمزه، ما يكملوش فيهم، يخلوهم على شير. والبقعه هذه اللي احنا فيها توا وياخذ حظها معناها في الدعايه والترويج والسياحه وكل شنو تاخذ، يلزمك النظافه ويلزمك معناها ترحب بالناس، ويلزمك علاش ما دام قبلت معناها هذه هي الحاجه باش تنجح، اول حاجه النظافه، الثقه، الكلمه، معناها الحاجات السمحه لازم تكون، الترحيب هو احسن حاجه، هي الترحيب معناها تفرحوا بالضيف، ايوه يلزمك تفرح به، وقت يجي كان قاوري ولا حاجه يجي حتى برشا قوره، فما قوره يروح من هنا يبكي معناها مراه ولا حاجه تبدا مع النساء ولا حاجه تروح تبكي، من تقول كيفاش العائله سمحين وكيفاش استقبلونا في دارهم وكيفاش واحد معناها والناس كلها كريت انت معناها تو كنت مع جانب وريتيهم كيفاش فرحانين وكيفاش يشطوا كيفاش معناها انسان ما والفاز اللي تلبسوهم لبسه العربي التقليديه نتاعهم، اي هذاك يلبس كي معناها يلبس شنو معناها شنو لبسه المطمطي، شنو الراجل معناها يلبس الجبه، المراه تلبس الحولي، معناها الحولي هذاك معناها كذا الطرف، معناها اللبسه نتاع المطمطي هذيك لبسه مطمطه قبل، معناها التو معناها الناس تلبس اللبسه هذيك في العروسات، هذيك زاد العروس معناها قبل لبسه العروسه تلبس هذيك، معناها هوني معناها فما لبسه نتاع العروسه اصل كيفاش مطمطه، اي هذوما الكل حاجات تعملوهم للسياح باش يعاودوا. باش توريهم اي ولازمك توريه هذه شنو الدوش العام، معناها فما دوش كيفاش الناس قبل الدوش، معناها فما دوش غاديك توزي هذيك بيت السده يسموها في بيت النوم، فيها دوش عربي معناها كيفاش محفور كذا، توريهم البيت الاخرى بالاولاد معناها على الفوق هذاك مخزن يخزنوا فيه قبل القمح والشعير والفول والزيتون، علشان الناس قبل ويعملوه عالي، علاش يعملوه عالي؟ على خاطر الناس قبل المونه قليله يجبد منها، ما ينجم يطلع له حد يطلع له كان الرجل باش يجبد منه يعطيهم التمويل نتاعهم باش ما يفسدوش ماش كذا، ناس كانت اقتصاديه كل شيء كل شيء يمتك تكيلو معنا. ايوه وشفنا حتى فما ماكله وتحضروا لهم نعطوهم هذاك شنو معناها الضيافه، هي معناها هي راه مش ماكله معناها ذواقه اكرام الضيف، اي اكرام ذوق، يذوق لك مثال زيت مطمطه العسل، شنو الفطور يفطر المطمطي الصباح شويه عظام وعجه معناها كذا عربي، معناها هذايا اللي معناها خبز عربي خبز طابونه، هذا يلزمك تقدمه للسائح يقول لك شنو المعيشه تاعها وكيفاش الناس وقت يجيهم ضيف شنو يقدموا له، علاش عجبهم الماكله، علاش الفطور ماهوش فطور، لا عشان فطور يمشوا للوتله يمشوا للريستورون يمشي كذا، هذاك اوتيل ريزرفي ولا جونس كذا، ما هنا يدخل دوب ذواقه معناه يذوقوا برا، يشرب كاس تاي معناه فما اللي يقول لك اعطيني التاي معناه بالزعتر كذا، يذوق يشوف الناس كيفاش طيب التاي بالحشيش، هذا هي الموجود والترحاب هو الكل ومرحبا بكم وان شاء الله ربي يسر تونس، ومعناه باش نقول لك حاجه معناه فما حاجه في مطمطه وان الناس تشكر فيها هي النظافه، مطمطة نظيفة. النظافة والهواء النقي اللي نشموا فيه. النظافة هي معناها تو فما تشكيات من البلايص كل معناها يقول لك يجي هنا يقول لك كيفاش بلاد معناها كذا نظيفة كذا، هنا عندنا بلدية تنظف ناس نوعين ينظفوا قدام ديارهم ينظفوا ما نخلوش أنا حتى هنا قدام داري ما نخليش معناها زبلة، حتى نلقى دبوزة ولا نلقى شاسي ولا حاجة ناخذها ونحطها في البوبيلة حتى بونتا معناها إنسان كذا. نحب نعرف دور الدولة لهنا معاكم.
معناها فما وزاره السياحه فما لا أي. وزاره السياحه لا لا معناها شنو وزاره السياحه يجوا يكونترول معناها كذا يدخلوا معناها يطفي عن نظافه يعملوا لك حاجات معناها يرحم والديهم قايمين معنا بالو لا لا الدعم لا 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 الدعم يدعمك حتى لا وحد. لا 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 الدعم يدعمك حتى حد فماش دعم من الدولة هي حاجة بريفي معناها مش تابعة لا بدعم ولا كذا هي دار محلولة هذه رمز للمنطقة رمز للبلاد رمز كي تقول المطماطة تقول يعني المساكن المحفورة هذه هاي المساكن المحفورة هاي بالرسمي هاي وما كلنا ما شنو وش التفت لك علاش شنو يعطيك شنو شنو التمويل باش يعطيه لك ما عندهاش تمويل بتاعها انت دارك هي دارك علاش دارك انت باش تستحفظ عليها انت ترممها وتريقل وحدك وتنظف وحدك وكل شيء اجتهاد منك انت اجتهاد من احنا هذا